حلولي ما تفيدك انا ها حلولي ما تفيدك انا مقدم برامج لازم بس اسال لو اقعد بمكان لا ما انت مقتنع حكينا صحيح وانا اقول لك خذها انا حلولي ما انا راح نمضي بالعمليه خليها بعد الفصل التشريعي راح نمضي بيه. حلولك خليها لا تصرح بيه حلولك خليها راح مع على ابوك راح مع على حلولك خليها حلولك انا هسه راح يسوي لنا العنكبوت مالته انا هاي الفرات سميها العنكبوتيه جابك منا حطك منا فرك منا قالوا لنا منا سمعنا منا حطك بالنص قال لك حل هاي انا هاي بالطريق قلت لهم الحمايه يا مالتي هاي قلت له هسه شوف اقبل حلقه راح يفرني فرات هيك يكعورها ويشمر لي هاي يقول لي حلها هاي يعني ليش الساعه سويت هيك اني عمال المعطل محترف محترف